السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. لرياكم بيوم جديد وبدي جديد إن شاء الله. هسه قطعت لي 3 حبات بصل أحمر متوسطات، يلا والنار. هسه الزيت قدح خلاص، بقى حار شديد. زي ما شايفين البصل هذه للنار، طيب هخلي البصل لما يبقى بني حتى بعد ذاك اخد اللحمة، وبعد ما اللحمة تنجد يعني هقط خط الخضار، هعمل ليلة بطاطس بفلفلية خضراء، يعني فلفل ملون أحمر أخضر أصفر عشان يدي الطبيخ طعم ولون إن شاء الله. هسه خلاص البصل بقى بني ما شاء الله، ريحته حلوة، بعدين اتحمر سريع يعني، لأنه البصل الأحمر بيتحمر سريع ما زي البصل الأصفر، وريحته حلوة وطعمه حلو يعني. بعدين ذاك البصل الثاني ده ما البصل الاصفر ده ما بيتحمر سريع يعني، حتى لو يتحمر بيكون فاكي كده ده من بعض. طيب زي ما شايفين انا خطيت اللحمه، طبعا البخار شديد، حطيت لكم اللحمه عشان تشوفوها هي قربت تنجد يعني. بعد ده هقوم اضيف لها الثوم. الثوم الانا زي ما شايفينه، الثوم الانا فرزنته، حطيته في الفريزر يعني، بعد ما فرمته في الكبة فرم جيد جدا يعني ناعم خالص، وأضفت له الملح والزيت عشان يتحفظ، ده هسي حافظه لي شهور طويلة يعني، بس كل مرة أطلعه قبل دقايق كده ده عشان يتفك لي، وبعد ذاك بشيل منه يعني. زي ما شايفين هنا بكل سهولة أنا طلعت ملعقة بتاعت ثوم. الثوم ده كأنكم انتوا يعني هسي دي مقشرينه وفارمينه خاطينه، لأنه من الفريزر طوالي، من الفريزر طوالي للحلة. ارجع تاني بعد ده رجعه تاني في حتته في الفريزر ان شاء الله. طيب بعد ده برضو هحط الطماطم زي ما شايفين، طماطم دي الملعقة الأولى، ملعقة كبيرة، دي الملعقة الثانية، الليلة زي ما قلت لكم ملاح أو طبيخ بطاطس، الواحد إحنا قاعدين ندلع ونقول بطاطس في اللحم غاطس عشان جميل جدا يعني باللحمة، اللحمة لازم تكون لحمة حمل صغير عشان تنجد معاكم بسرعة يعني، ما تشتروا اللحمة بتاعت الخرفان، الخرفان الكبيرة دي ما يعني قدر ما تبدأ نار ما بتنجد، عشان كده الواحد حقه يجيب اللحمة تحت الحملان الصغير يا دي. طيب دي مجموعة من البهارات اللي هي فيها الفلفل الأسود
والقرفة والهبهان و تاني شو والشمار، يعني مجموعة كده أنا خلطتها مع بعض، جبتها صحيحة يعني حب وخلطتها مع بعض، بتدي نكهة جميلة جدا. وبعدين أنا بنصحكم دائما تشتروا البهارات الصحيحة يعني الحب، وتسحنوها يعني في البيت عشان بتكون أضمن، يعني لأنه ما معروف البهارات اللي بتكون مسحونة دي بتكون فيها شنو. يعني انت البهارات الدايرة تحطيها بكمية متساوية وتسحنيها وتخليها جنبك جاهزة يعني في البيت. هسا انا هاخد نص ملعقة كبيرة من الخلطة دي، نكهتها جميلة جدا يعني مما خطيتها سبحان الله النكهة طلعت. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب دي البطاطس أنا قطعتها، هضيفها هسي للحمة، وقطعتها برضو فلفلية صفراء وحمراء. طيب هقلبهم، طبعا حطيت الملح بعد ما اللحمة نقدر تقريبا، أنا بحب الأكل يكون مسبك يعني ما يكون مويته كثيرة، يكون طعم ولذيذ يعني، لو الواحد أكله بهناي بعيش بيكون حلو، ولو أكله بيروس برضه بيكون حلو. هسي بس هقفل عليها وأوطيها عشان تنجد براحتها يعني. طيب جاء الوقت بتاع التقديم، يعني ما شاء الله تبارك الله زي ما شايفين البخار طالع من الأكل وطعمه جنان جنان جنان، وريحة ولون. طيب ده الرغيف بتاعنا أو العيش، العيش. طيب ودي السلطة أنا بعملها سلطة، بقطعها صغيرة شديد، أي حاجة أي خضار عندك يعني فلفلية طماطم خيار خس زي ما بيقولوا بصل أخضر جزر أي حاجة، لازم تكتروا من أكل السلطة في الصيف، جميلة جدا. وبعدين شنو بتبرد يعني على الزول، وفيها يعني فيتامينات، وفيها مياه، فيها مويه، نسبة من المويه يعني، خاصة الطماطم والخيار برضو فيه فوائد كثيرة جدا، بنصحكم بيه يعني. بطحان السلطة ده أنا عملاه بس بليمون وملح وزيت سمسم، يعني رهيبة لما تعملها بالطريقة دي. طيب في الختام أتمنى لكم كل سعادة وهنا وراحة بال وعيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.